لا نقلة كانت فظيعة بتاعت بامبا كاشر دي. انت ليكي بقى محطات، يعني ممكن يكون زي اي بني ادم في العالم يعمل بتاع كده وبعدين يقوم عامل ثلاثة اربعة في نص مش عارفة ايه. فاعتقد ان المحطة اللي بعدها كانت البطنية. بينهم كام بقى؟ لا هقول لك بقى، انا بقول لك بعد ما قال لي الجمله دي انا اترعبت. طب وابتدت بقى الصحافه تهاجمني، انت عارفه بقى اعداء النجاح كتير بقى، حروب بقى، ويا ثقافه كشر، ويحارب وزير الثقافه. قال لهم ده انا هيئه السينما كانت خسرانه، والفيلم ده حقق ايرادات لهيئه السينما، يعني مش عايزه اقول ان هي غير دفعوا مزبوط. دفعوا مكاتب ما هي الموظفين من الفيلم ده، ده كان هيئه السينما كانت هتقفل. فقعدوا يهاجموني وهاجموا العمل والبتاع، واصلها اعتمدت على الرقص، واصلها اعتمدت على الازياء، واصلها اعتمدت على السكس وحاجات كده. قلت طب والله الفيلم اللي بعده اللي اعمله بجلابيه، ولا بقى استعراضات ولا لبس ولا حاجه. فعملت شوق، شوق ده امراه في الطريق اللي عملته هدى سلطان. ايوه الله، اشرف فهمي. جبت اشرف فهمي كان مخرج ايميها برضو، عامل فيلم او حاجه بس كده، يعني ملوش اعمال كتيره، كان لسه في بداياته. عمل لي الفيلم ده بجلابيه وكسر الدنيا. انت دلوقتي بتنتجي من تحت مظله كان انتاجي. ايوه شوق ده كان انتاجي، وليالي ياسمين انتاجي، تحت مظله شركه عماد حمدي. لا خلاص خلاص بقى، لا خلاص عملت افلام ناديه الجندي. افلام ناديه الجندي كويس ماشي. والله شجاعه من تاني فيلم. واول فيلم مكتوب افلام، لا اول فيلم مكتوب افلام عماد حمدي. ايوه انا فاكره حاجه كده. بعد كده بقى عملت بقى شوق وليالي ياسمين. بعد كده بقى جيت بقى اتجوزت محمد مختار. ده مفيش، ده انتوا كام سنه؟ احنا بنتكلم في كام سنه فرق كده؟ لا كده مفيش كام سنه، ده في حاجه مفيش بسيطة. عملت شوق، وانا في شوق تعرفت على محمد مختار، وانا في شوق. كنت انت انفصلتي عن عماد؟ انا كنت انفصلت عماد حمدي. وبعدين بقى تعرفت على محمد مختار في فيلم شوق، اتجوزنا في فيلم ليالي ياسمين، وانا عملت شوق بعدها ليالي ياسمين. فهو بقى ابتدى يكتسب خبره، لان كان معايا بقى هو اولا في السلك السياسي وملوش علاقه بالفن، ولا يعرف مين ناديه الجندي دي خالص. حتى يوم ما اتعرف عليه ما كانش يعرف. كنت بلعب سكواش في نادي الجزيره، وهو كان بيلعب سكواش، فانت عارفه السكواش بيلعبوا الاثنين مع بعض. دي منطقه عايزه ابقى جيلها، منطقه الحته الرياضيه اللي في شخصيتك دي. بس يعني المهم تعرفت عليه، وقال لي انا حب الفن لما دخل وبقى يشوف التصوير ويجي معايا التصوير بتاع، فقال لي انا عايز انتج.